أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تبقى الكهرباء الشغل الشاغل للمواطن العراقي وسببا رئيسا من الأسباب التي يعانيها هذا المواطن في ظل تدهورها على طول السنة، خاصة مع قدوم شهر الصيف الحار في العراق والذي وصلت درجاته في بعض محافظات العراق إلى 50 درجة مئوية، حيث انقطعت الكهرباء يوم أمس عن محافظة البصرة بالكامل ومحافظات جنوبية أخرى. وفي سياق تدهور القطاع الكهربائي، تحدث ناشط من النجف عن معاناة العراقيين بسبب استمرار انقطاع الكهرباء في البلاد على الرغم من المبالغ الهائلة التي صرفت على هذا القطاع لكن دون جدوى. فلنتابع. معظم الشعب العراقي بلش الصيف وبلشت رحمة رب العالمين. عمي والله متنا، شو وقت تنحل هاي المصيبة مال الكهرباء؟ ما قلوا شو وقت تخلص؟ صار فين الحد الآن 90 مليار من سقوط نظام صدام حسين إلى هذا اليوم، 90 مليار دولار وكهرباء قاعد يطونه هالأيام بالنجف 6 ساعات 7 ساعات، والمحافظات الجنوبية وبغداد والوسط كلها نفس الحال. والكم اليامتها لك طقت أرواحنا، والله كتلنا الحر، العند مريض العند طفيل، عم والله جزعنا. هاي كل سنة هالمصيبة بزمن المالكي حكومته، الشهرستاني كان رئيس لجنة الطاقة وابن عفتان وزير الكهرباء، صرفوا وحدهم خلال 4 سنوات 30 مليار دولار. شوف الرقم 30 مليار دولار، كون إذا جايبين شركة سيمنز تغذي 20-25 مليون عراقي 24 ساعة كهرباء ماكو، وإحنا بعدنا وراء 10 سنوات من 2013 اليوم 2023 والحد الآن بلا كهرباء تجينا 3-4 ساعات، والشهرستان يصيح من 2013 راح نصدر كهرباء ولا كتلنا الحر. هاي عطل المولدة ووطن ماكو، وانقل بنزين واسحب للمولدة وجر المولدة وماكو دهن. لك والله متنا، ولكم ايش وقت تخلص هالمهازل؟ يجي الكاظمي والله راح نشد لكم ويا السعودية مدري الأردن ومصر، يعدل عبد المهدي راح نوقع اتفاقيات والصين ومدري، وحيدر العبادي نضرب بيد حديد وراح نسوي. لك والله متنا طقت ارواحنا، ولكم ايش وقت هالمهزله هاي؟ ولكم مليارات نهيب نهيب بود كافي كافي، والله طلعت ارواحنا من هاي. سحب الثجه جيب البنزين اركض شغل طفي، الليل ماكو نوم بالنهار ماكو نوم، نعلى لبحت بعدكم متنا طلعت ارواح الناس. الله يساعد اهل التجاوزات العشوائيات، الناس تعبت كافي، شوفوا لها صوره حيل. مواطن من محافظة ديالى تحدث هو الآخر عن معاناة أهالي منطقته بسبب عدم الاستجابة من قبل مديرية الكهرباء في بلد روز بعد تقديم الكثير من المناشدات من أجل القيام بأعمال الصيانة للمحولات. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن من محافظة ديالى. طبعا مناشدة يعني لا كل ما يهمها الأمر، هاي الاسلاك صار لها تقريبا بالخمس أشهر هنا ضابينها هنا وماكو حل، تعالوا شدوا لنا اياها، ما حد يجي يشد لنا اياها، تنقطع الاسلاك بالموت، يلا يجونا يسووا لنا اياها، ضاعوا ثابتينها كلها بخشب وهاي الطابوق، حتى بحيث شنو ما واحد يطبق على الاخ. هاي الاسلاك قدامكم ضاعوها، هاي حاله الاسلاك. طبعا فرع جامع خلفاء الراشدين نص بلد روز، هذا الشارع العام 100 متر يبتعد علينا، هاي اسلاكنا. عندنا محاولة نراجع عليها صار لها تقريبا 2 أو 3 سنين، نريد حل ما حد يسوي حل. الراجع على المحاولة يابا والله كشفكم ضايع، يابا كشفنا هنا احنا خليناه، كشفكم ماكو، سووا كشف جديد، نطلع كشف جديد ما حد يطلع لنا ولا حد يسوي. هاي الاسلاك قدامكم مثل ما تشوفونها، يعني يا رئيس والله ما اعرف احنا بعد المين نروح ما ندري، المين نروح ما اعرف. هاي مثل ما تشوفونها الاسلاك يوميا مقطع علينا، حالنا حال الضيم، هاي كمية الضغط، هاي من الطول للطول،
للطول للطول، هذاك الشارع العام مو بعيدين احنا بنص بيضروس. ونبقى مع تدهور التيار الكهربائي في العراق، حيث نشد أهالي حي الأمين الثانية في الديوانية، ناشدوا وطالبوا بتوفير الكهرباء وصيانة المحولات والأسلاك الكهربائية عبر المقطع المتداول التالي، فنشاهد. نعم، منطقة حي الأمين كهرباء ماكو، نخابرهم يضحكون علينا. من مخابرت من؟ نخابر الكهرباء. نعم، خابرنا حيدر شمخي. نعم، وخابر مدير الكهرباء. نعم، خابرت على الصيانة شكاوي. الصيانة ايش بديهم؟ ما بدهم شيء. نعم، عندهم سيارة عاطلة حتى قايمة حسب الأمر، يجون يقول له تشطل فيز، رجع فيز، يفيز تشطل المحولة تنفجر، طقن وقع على الأسلاك يهم، ولثنتين بالليل رجعوا وربطوا. نعم، لا بعيد إلا كهرباء، يقول له والله ما عيدك أنا للصبح، احنا راح نجيب لكم محاولة جديدة على اساس يجيبونها بالثنتين بالليل يربطوها. من البارحة واليوم ما عندك كهرباء؟ هذا الحشق قبل ثلاث ايام امام الدار السيد محافظ الديوانية. نعم، المختار خابره متحرك. المختار ما تحرك ولا اجى ولا وصل، هو غير مختار هذا ولا وصل، يقول انا شغلتي امنية. نعم، انا شغلتي امنية مو خدمية. شلون مو خدمية؟ كل شيء يشتغل المختار. هو هذا حكي. نعم، حكي هذا يقول انا اختصاصي امنية مو اختصاصي خدمات. قلنا له انت بالنسبه لك شغلتك امنيه وخدميه ومجبور، مش انت من خلتك المحافظه، اي مختار على المنطقه. نعم، انت ملزم بواجبات هاي الناس. هاي الطفله جايه وياكم. احنا نريد يجيبون المحوله، اخذوا محولتنا. محوله بالمناسبه الله شاهد مشترينها بخمس ملايين من نجوم. مناشدتكم المال مناشدة انت للسيد المحافظ، بعد ما عندنا غير السيد المحافظ. نعم، امام الدارك استاذ ميثم الشهد. امام الدارك يا استاذ ميثم. للسيد المحافظ. يعزونا بشغل الكهرباء عندنا جهاله. استاذ ميثم، ذول اخوانك واهلك منطقه حي الامين من البارحه واليوم ما عندهم كهرباء نهائيا. اسلاك واقع على البيوت، اسلاك واقع على البيوت. نعم. لا واحد يطلع لها ولا واحد يشوف. يعني هذا العالم شنو يدري بعلم؟ وعدونا بمحوله يجيبونها جديده ويرصبوها، وصار لهم ثلاث ايام يضحكون علينا. اليوم مبارك. يضحكون علينا، حلو هذا. الله شاهد ورسوله. الله شاهد يضحكون علينا. وفي يسون بالمحوله. وتجي تسولف وياي يقول لك انت تعلمني بشغلي، انت تعلمني بعملي. انا من نحكي وياي يقول لك تعلمني بعملي، قلت له عمان ما عندي كهرباء. هاي موده، هاي لازمين هاي. انا اريد كهرباء من عندك، انت ملزم غصبا عليك توفر لي كهرباء. نعم. ليش انا من دون المنطقه كلها؟ شارعين احنا بدون كهرباء. ودعا أهالي العزيزية في محافظة واسط للتظاهر يوم الأحد القادم للمطالبة بتوفير الكهرباء، فلنتابع. احنا باب المحطة تشغيل ساعة واطفاء ساعتين، والساعة اللي ينطوها ينزلون التردد ومهجومة بيوت. فاحنا دعوتنا لكم هسه اليوم الثاني على التوالي، احنا باب المحطة هاي وينهم اخوتكم محمد والوليد حسوني ومصطفى والولد كلهم. الأحد الساعة بالتسعة الصبح من يم إعدادية الزراعة، إعدادية المهنية، إعدادية الصناعة، شو تريدون تسموها راح ننطلق بتظاهرة، نطب السوق ونروح للقائم مقامية، يطلع لنا يعني القائم مقام، نروح للدائرة مال كهرباء، نقول له عم أنت من تاخذ من عندنا جواية غير تعطينا كهرباء، والنوب نجي للمحطة حتى تخلص السالفة، كفيلكم الله مناطق منعمة بالكهرباء بس العزيزية ما بيها كهرباء نهائي. ولا حد يقول لي احنا نطالب الشيوخ المعممين، نطالب كل الشرفاء، هذا خط الثورة وخط التظاهرات وخط الإصلاح، ترى ما بس الرجال بي، أما هاي مسألة الزبابيك مال المسؤولين، فعم خففوا، ترى العالم انصمتت ببيوتها، وهاي المعركة الدائرة بين أمريكا وبين إيران، احنا العراقيين شنو بيها؟ أريد أعرف السياسة اللي تربطنا بالدول الخارجية شنو ما أعرف. المهم احنا ندور حقنا، خلي سمعونا، نطلع على الكهرباء وحصتنا، واثنين جباية الكهرباء ترجع كل شهرين وسعر مدعوم من الدولة، ولا تنطون جباية اذا ماكو كهرباء. شلون انا انطيك فلوس كهرباء ما تعطيني وما تعطيني كهرباء؟ ما صايرة ترى بالعالم. في محافظة واسط، حيث قطع مواطنون طريق بغداد الكوت احتجاجا على الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، دعونا نشاهد هذه اللقطات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. يا اما يقاله يا اما يعطينا كهرباء يا اما يطفي الطاقه. عايفين عوائلنا وعايفين ناسنا وعايفين املاكنا، نشوف اكو ظلم، نريد الله يرحمنا. احنا جايين لو المدير نقيله، لو الطاقه نطفيها، لو يعطينا كهرباء. اسمعني، اذا ما شغلوا لكم الكهرباء والمدير ما انقال،
باوع عليه والطاقة ما طفت، انطب غصبا على شواربهم. احنا ميتين يا ميتين، باوع عليه، احنا ميتين يا ميتين. وانت الطاقة مال الكهرباء مال الدخان علي والظلم علي وكهرباء ما عندها جريمة. لو يقدم استقالته غصبا على شواربهم انطف. القوات الامنيه اخواتنا انتم ما تدافعون عن الفساد، دافعوا عن الاحرار. احنا الاحرار، احنا اهلكم. باوع عليه، باوع عليه. القوات الامنيه كلام موجه لكم، انتم تدافعون وتداومون، كل واحد عمره 30 سنه 40 سنه وليل مع نهار تدق بكتافكم الشمس، تدافعون للفساد لو تدافعون للاخيار. احنا اهلكم، شاتمنا الحر، انتم على من تدافعون؟ وهدد مواطنون من قضاء المقدادية في محافظة ديالى بتصعيد التظاهرات أمام دائرة الكهرباء في حال استمرار المماطلة والتسويف في إيجاد حل لسوء تجهيز الكهرباء أو لتجهيز القضاء بالكهرباء. وقد شهدت محافظة ديالى موجة من التظاهرات الاحتجاجية على انقطاع الكهرباء، فلنشاهد هذه الصور. بين الكهرباء وبين شرطة الكهرباء وبين النواب مماطلة إلا ضغطنا عليهم، سدينا الشارع وهم واخلقنا، بس هم جبرونا اسد الشارع. مرت اللوخ أول ما نجي نعزل المحطات المتنقلات والفرنسية والمحطة الرئيسية حتى نقدر نروح للغازية. تدهور التيار الكهربائي والانقطاعات المستمرة في ظل درجات حرارة عالية وصلت إلى 50 درجة مئوية. دعونا نقرأ بعض تعليقات الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها التعليقات على فيسبوك. أحمد جاسم يقول: أبسط حقوق المواطن ما محصليها، يقول لا كهرباء ولا مي، مع كل الأسف. ضياء الشهد الزاملي: كارثة دولة تدر مليارات الدولارات ومحولة كهرباء ما تقدر توفر للمواطن، يقول مهزلة. حيدر جليل: الموضوع مدروس، يلعبون على الشعب على إيدهم ويلهون العالم بمعاناتهم حتى يلغفون بكيفهم. علي آل ياسين يقول: شغلة الكهرباء يم إيران، استنزاف ممنهج للاقتصاد العراقي، كما يقول علي آل ياسين. معنا اتصال أم أحمد من الموصل. مرحبا بك أم أحمد، تفضلي. مرحبا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ عمر؟ يا هلا بك، الله يسلمك. خويا بلا زحمة، عندي شكوى. أنا البيحة رحت وزرت ابني بسجن الحل المركزي. نعم. يعني معاناة، يعني ما توصف، رزاين، إهانة، تعب. نعم. الشمس على غاسنا، من طلعنا من المغرب أول البارحة للبارحة بيك عشرة أنا وصلت البيت. نعم. الله وكيل، يعني لاكو مقاعد يقعدون عليها الناس، يعني شمس. ها بياسجن أم أحمد، بياسجن سجن الحلة المركزي. نعم. وطلع المدير قابل النساء وجبات، كل ما تجي وجبة تقعد تنتظر ولادة يجي يحكي كم كلمة. نعم. يعني يقول ولادكم عندهم ما يوفرنا لهم. نعم. وعن نسمع تعليقات، يعني ايش تحكون كلها نسمعها. نعم. بالموبايل، واحنا وفرنا لهم ماي وبريدات تانكيات. نعم. يوميا ولادكم يسألون يصبحون مرتين. نعم. وان شاء الله يحسن احسن. بعد لما فتت على ابني سالتونه قال والله يوميا ينطوني بطلين مال ماي مال الار سي. هذول حصتي، تكرم هذول للحمام. واللي هو يستعملهم الله وكيل بطلين مال ماي. قال اللي عنده بانك فلوس يشتغل ويقعد المقابله وما يشرب، حاله حال الشغل. نعم. ما يشرب هو هذا بين الآسي حصته يوميا. نعم. الله وكيل قتله، يعني يشرب من عنده ويغسل من عنده. نعم. إيه للحمام واللي هذا حصته. أنا نعم. قلت له على المدير راكب، قال وفرنا، قال والله كشي ماكو. يعني حيشاك نسمع بس كذب بكذب، يعني معاناة يرسلها أشحال، يعني الأولاد جابوهم وش عنام، يعني التنيهم قرودي، يعني حيشهم، يعني يفرحون ويبكون من يشوفون أمهاتهم يجون على القفص يشطون علينا، يعني ويعني إحنا حاقدين علينا حقد، خاصة إحنا أهل الموصل. يعني من النساء التفتيش الصور، تعرفش عمل النساء اللي حد تفتيش بينا، يعني أي حرمة انتهم أخويا. نعم. لا تنطرون بهذا مثل المغاوير،
اللي هو اللي ام احمد ام احمد اللي فتشوكم نسوان لو رياجيل نساء تمام. كم ساعة يصير الانتظار؟ كم ساعة تنتظرون حتى توصلون إلى المقابلة؟ هذا أقول لك يعني تفتيش على تفتيش كله تراب وطسات وطلعات ونزلات والتراب أم عيوننا يعني يتعبونا من مكان على مكان يعني أبو الموبايلات الأمانات أخذ مننا 1000 دينار التأمينات أبو الكي اللي وصلنا لي السجن يأخذ 2000 مننا يعني وش أقول لك على النسوان التفتيش يعني شلح من النسوان ملابسنا الداخلية قال ليش يعني هاك تعملين معايب قول هذا ما الحشد ملابس ما الحشد اشلحوها هو عندنا ما تطلعون ترجعون تلبسوها ليش يعني ما ظلت غيرة يعني ما عيب هذا يعني إهانة بحقنا إحنا أهل السنة يعني دمرون النساء شو الغاية شو الغاية يقول هذا ما الحشد تقول لي قلت له ليش هذا قنطرهم من السوق عن شتاين ونلبسه يعني ما بها شيء والله كل من مكومين الملابس مال النساء يعني ما عيب عليهم لما تطلعون ترجعون تأخذوهم من عندنا عجيب هكذا عملوا بالنسوان البيح الله وكيل نعم بس هكذا ما عيب يعني فقد يعني كنا احتقرونا احنا يعني فقد معاناة احنا عن جو احنا وولادنا الله وكيل يعني الى متى والله ولادنا ابرياء والله ما عندك كلش قد تقابلين ابنك يعني كلش قد انا هاي سنتين ما شفت ابني ايه كان مريضه ما رحت زرتونه المسموح بي يعني المسموح بي وعسى جاي نص ساعه الله وكيل خلوني معانا نص ساعه وكلش قد مسموح لك بالشهر مره لو لا لا كثرت الشغل زيارة او كل 21 يوم تمام وقال المدير راح نوفر لكم كابينات يصلحوها خبروكم كل 10 ايام نشوف تمام ما تمام قالوا احنا يعني شغلات يعني نعمل كراسي نعمل ترتيبات منتجو مرتله يعني والله حالنا حال الشغل يعني هذا السجن صحراء قاحلة ما يدري ولا بس السجن والبنايات واحنا كلنا بتشول يعني واقفين سرا شمس علينا لما وصلنا ولادنا الله وكله يعني انا لاسع الضغط مالي وغاس يغلي من القهوة والتعب والضيف على نص ساعة الله وكيل ليش هكذا يعني إلى متى يظلون هذول الشباب الحلوي تدمروا بالسجن والله كل واحد ولا لا ليش هكذا الله يعينكم إن شاء الله أم أحمد يعني لهم صورة حل يوصل صوتك إلى وزارة العدل ويا رب يا رب يكون هناك تخفيف على الأقل على هالناس الأبرياء وما حكيت أم أحمد حقيقة يعني موضوع صادم جدا مع الأسف. أم محمد من بغداد تفضلي أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيك. منين نبدي بس يا أم منين نبدي الله نبدي الله من الكهرباء نبدي من المي نبدي من التقاعد يعني هم مرأني عمري 67 سنة زين يدقولي 150 المن أحط للضغط للسكر للولد أبو الكليات وأربع عتامة برقبتي زين هسه بطلنا بس ريت كهرباء تروح لأبو المولد يعطون سعر الحكومة يقول لك إلا ب20 شيل وايرك زين 4 أمبيرات تدفع 60,000 زين شلون نعيش زين هم يعيشون 150 وحب الضغط أنا الشريط ب20 مال السكر بذاك الحساب شلعة الرحات بذاك الحساب يعني هساني بالمليون يطلبنا بالصيدلية يعني إما نشتكي المشتكى رب العالمين ونعم بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. منين أبدي بس قل يا أم منين أبدي والله العظيم جاي نموت 100 موتة باليوم لا إله إلا الله يعني إحنا ريدنا واحد الله ينزلنا واحد من فوق بخير ماكو استغفر الله يا ربي الله يعينكم والله يفرج عنكم وعن جميع العراقيين. أم محمد من بغداد كانت معنا ومعاناة أخرى من معاناة العراقيين. نذهب إلى الملف الثاني أعزائي المشاهدين. الحصة التموينية هي حزمة مواد غذائية رئيسية محدودة توزعها وزارة التجارة شهريا بسعر رمزي على كل من يسكن في العراق يعني ليس حصرا على العراقيين هذا قبل عام 2003 حيث بدأ توزيعها في سبتمبر أيلول عام 1990
تخفيفا لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقب 661 في 6 أغسطس آب عام 1990 على العراق نتيجة غزوه للكويت. وفي تصريح سابق للمستشار الاقتصادي الأسبق لرئاسة البرلمان الدكتور علاء الدين القصير للجزيرة نت قال فيه بأن النظام الحاكم قبل عام 2003 كان يمتلك السيطرة والبرامج المدروسة لتوفير مواد البطاقة التموينية بشكل انسيابي لجميع المواطنين في وقت يعاني العراق من حصار دولي في ذلك الوقت. وأضاف أن ما جرى بعد 2003 لمفردات تلك البطاقة هو عشوائية اختيار المسؤول عن تنفيذ البرنامج الغذائي الذي كان سبباً بضياع المعايير والبرامج الاقتصادية السابقة، ما أدى لظهور أسماء وهمية بالملايين تتسلم المواد الغذائية. وفي سياق تدهور الحصة التموينية بعد عام 2003 تحدث مواطن عراقي في مقطع مصور حول رداءة مادة الحمص التي استلمها مؤخرا ضمن الحصة التموينية التي تشرف عليها وتوزعها وزارة التجارة، وجد فيها الحشرات، فلنتابع هذا المقطع. هذا الحمص مال هذا الشهر مال وزارة التجارة، هذا القمر متروس، هذا القمر هاي هسه رايح انا استلم الحصة، هاي الحصة اللي حكى عليها وزير التجارة، هاي الحصة مال هذا الشهر، هاي كلها قمر تفضل. نبقى مع مفردات البطاقة التموينية. يضيف المستشار الاقتصادي الأسبق لرئاسة البرلمان الدكتور علاء الدين القصير للجزيرة نت بأن المآرب السياسية التي ولدت الفساد المالي والإداري أيضا كانت وراء عدم توزيع المواد الغذائية رغم توفر تخصيصها المالي ضمن الموازنة العامة. مقطع مصور لمواطن عراقي آخر وهو يشتكي من رداءة الرز الموزع ضمن مفردات البطاقة التموينية ويطالب بمحاسبة المقصرين والفاسدين، فلنتابع. وزير التجارة شاوين زماطك ووعدك للشعب العراقي وراح أحصن مفردات البطاقة التموينية، هاك هذا التمن مكتوب حبة طويلة تايلاند، ومن ترجع عليها شوف تفضل حبة ناعمة، أما هذا لا ينطبخ ولا ينوكل. أنتم تدرون هذا بيش تشيس هذا بال 25 بالسوق، الله وكله قاعد يشترونه ب 10,000 الكيلو ب 400، ومن أريد أشتري أنا يقول لي ب 500 دينار أبيع لك. وين زماطك وين هاي الموازنات والمليارات اللي قاعد يرزونها لوزارة التجارة؟ السيد رئيس وزراء أنت تعلم فساد وزارة التجارة لو ما عندك علم؟ يا حقك حاسب وزير التجارة حاسب على مفردات البطاقة التموينية؟ يعني لهالدرجة أنتم مستخفين بالشعب العراقي؟ هسه المواطن العراقي والشعب العراقي شو عنده هو غير البطاقة التموينية؟ حول هذا الموضوع، موضوع مفردات البطاقة التموينية وهذه المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، علق عراقيون كثر منهم إحسان علي يقول فعلا المواد نوعية رديئة جدا وبسعر خيالي على الدولة. محمد السعد يقول غير صالح للاستهلاك البشري. أبو رضا العراقي يقول والله هسه فتحت الجونية ردنا نطبخ منه طلع متروس قمل. دكتور عبد الله صالح الجميلي يقول المواد الغذائية التي توزعها وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية لا تصلح للاستهلاك البشري منذ عام 2003، جميع العراقيين يعرفون ذلك وفي الإعلام عليها أن انتقاد كبير. معنا اتصال أبو علي من أبو غريب، ورحب بك معنا أبو علي، تفضل. تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ أبو علي ما يسمعنا أبو علي وانقطع اتصال. أبو عبد الله من الموصل، تفضل أبو عبد الله. عبد الله من الموصل، تفضل عبد الله. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بك. أستاذ عمر، أستاذ العزيز. يا هلا بك، تفضل. فاقد الشيء لا يعطيه، احنا هذا موجود هذا المثل عندنا بالعراق. نعم. يعني هذه مو حكومة، لولا مجرد عصابة حرامية سبق وأن الله يرحمه
طارق عزيز من قال ما عندنا معارضين عندنا لصوص فعلا يعني ذولا، فاحنا ليش نظل الاول؟ ماكو شيء بالعراق صحيح ابدا، يعني اسال علق لك ماكو شيء ابدا ابدا من النفط الغاز المواد الغذائيه الى طرق الى جسور كل شيء. هسه عندنا بالموصل بس الف رحمه على والدينا مجبورين يشتغلوا ما محاربين كلهم كلهم محاربين كلهم فسده، والموصل يحكمون عجب ما يحكمون العرب مو على الموصل يحكمون، كل رؤساء الدوائر بالموصل كلهم غير العرب ونسبتهم قليله جدا لكن هم يحكمون ويلعبون بكيفهم والعربي مهمش. هذا جانب. نجي على المواد الغذائيه، المواد الغذائيه كلها كسباير كلها لكن القشر مالها الرزق حباطول مثل ما قال الاخ قبل شويه كلته شرب شرب شرب، لكن الحل شنو يا عراقيين؟ يظلون نايمين هذا البيت المنطق. يعني اذا نجي الحكومه حاليا بالموصل هي انقس من الدواعش، قد شاف الضيم من الدواعش الموصل ذولي انقس. القاضي يفرج عن المتهم، هو مو متهم انما هم يتهمون، يفرج عنه الشرطه ما يقبلوا يطلعوا الا ما يزوع او شلون نقول يورق يورق لهم هم يريدون مع الواي يرضون ب 10 و20 الف و50 الف كله شغله ورق دولار يدويون. هذه هي المصايب الوطام الكبرى تصير على العراق. من تحكي راسا يقول لك انت داعشي، من تحكي انت ارهابي، هذا الموال ماشي. وقبل يومين شفت يمكن قد يجي كل الناس شافته بالموصل الشرطه شلون يضربون هذا المواطن بالجنسيه، هذا جانب. واليوم حوار مع وزير الكهرباء عبر الاستوديو التاسع الفلوجه سوى نفسه شريف، كل مسؤول يطلع يقول انا بريء انا شريف. 14 تريليون يقول ستة من نشتري غاز من الخارج، انت غاز مالكم وينه؟ صاركم 20 سنه انتم ما كان تبدون انتم تقولون احنا واحنا واحنا شو صدام عشان مو زين، كانت الحكومه العراقيه مو زينه، يعني انتم ايش سويتوا؟ انتم كلكم شر بلاء يا ابوكم، انتم ذيول ايران، ايران تحكم العراق للاجيال. للاسف الشديد الشعب بس والله احنا ما ادري شو نقول، اذا نقول يقولون بها طائفيه، احنا ما ويلنا لا ايران ولا امريكا ولا لكن صار فينا مع نقول لانه ما كانت اكو طائفيه، لكن اليوم سووا لنا طائفيه. الاستعمار استفاد من اخطائه في السابق. نعم طائفيه واحنا سياسيه. نعم. ما استفادين. نحن ما استفدنا من اخطائنا. اخي عبد الله الشعب كله يعاني من الشمال الى الجنوب نفس المعاناه. عبد الله من الموصل كان معنا رسالة بس ما ذكر بها اسمه، يا ريت اللي يرسل لنا رسالة يذكر اسمه. يقول السلام عليكم، يقول رسالة إلى اللي طالعين فيديوهات لأن حسوا بحرارة الجو، يقول وين كنتوا لما صارت انتفاضة تشرين؟ أغلبكم كنتوا تطلعون بمظاهرات الأحزاب بربع دجاجة. يقول على التمن الخلاصة نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا وليس علينا. نعم مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هل تقوى القوى السياسية على مغادرة إطار المحاصصة الحزبية في انتخابات مجالس المحافظات الجديدة؟ وهل ستتمكن هذه القوى الطائفية من خداع الرأي العام العراقي عبر زج ما يسمى بالقوى المدنية في الانتخابات المحلية القادمة؟ وهل ستكون انتخابات مجالس المحافظات الجديدة ضحية المقاطعة الشعبية على غرار نظيرتها الانتخابات البرلمانية؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار.
أهلا بكم من جديد. مع ملف الجفاف وتلوث الأنهار وتداعياته على العراق والعراقيين، حيث وثق ناشط عراقي نفوق أنواع من السلاحف في الأهوار بسبب شح المياه، دعونا نشاهد هذه الصور. جزء من نفوق الأسماك اللي جاي يصير بالأهوار بسبب الجفاف، يعني وهاي هنا جزء من الأسماك يعني تبحث عن الهواء بسبب نقص الأكسجين وارتفاع معدلات ملوحة والتلوث المياه. المحزن جدا أنه أكو أنواع مهددة بخطر الانقراض مثل بيوض أو أفراخ الرفش الفراتي، الآن بدأت تموت بسبب الجفاف، وهنا أعداد من عدها بدأت تنفق، وهاي الأسماك النافقة اللي هي بكميات كبيرة جدا للأسف الشديد يعني أصبحت الأهوار ومصير الأهوار مجهول بسبب انخفاض مناسيب المياه والجفاف. هذا أحد أفراخ الرفش الفراتي المهدد بخطر الانقراض وضمن القائمة الحمراء الدولية. للأسف هذا الحيوان أصبح يعاني أزمة الجفاف حال حال سكان الأهوار والتنوع الحياة بالأهوار. حقيقة مشاهد محزنة للحياة الطبيعية في العراق. في ميسان استغاث الصيادون والفلاحون في قضاء المجار الكبير بسبب الجفاف وشح المياه، مما أدى إلى نفوق ملايين الأسماك في مناطق العدل والوادية والخير والقرى التابعة لها، والذي يتسبب بخسارة كبيرة بالثروة السمكية وهجرة سكانها. مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي يبين هذا الأمر، فنتابع. هاي منطقة الرفيع، هاي يسكن عليها حوالي 50 بيت، لا ماي ولا شيء، وهذا ماي خضر، ما شرب ما أكل حلال، هذا خضر واقف بها لا شوفون بها ماي، ماكو ماي عمي، حسا ماي ماكو، الناس دذت، الناس بفرد نوب، شالت وارتحلت، هاي باب بيت هذا شال تاي، هذا البيت شال تاي، ماكو ماي، قلت مياه. هاي هي البحيرات، هاي هي واي على البحيرات خسروا قلة المياه بالوادي ومنطقة العدن. مقطع مصور آخر يظهر جفاف هور الحوازة في محافظة ميسان بالكامل ونفوق ملايين الأسماك، فلنشاهد هذه الصور. يا حكومة العراقية اللي خصصتوا 75 مليار لإنعاش الأهوار، هذا المقطع خير دليل على الزيف والكذب مالكم. 75 مليار لأحياء الأهوار، أي أهوار؟ بس العمارة 25 مليار دينار، 25 مليار بس الأهوار العمارة، هاي أهوار العمارة، هاي أهوار العمارة، هاي من هور سناب قرب الحويزة، هذا المنظر مال الأسماك بعد ما جفت هور، هاي 25 مليار اللي خصصتوها الأهوار العمارة نعاش الأهوار، أي أهوار؟ هاي الأهوار؟ احنا مو نقول ثروة سمكية، ثروة سمكية هي هاي ثروة سمكية؟ شوف اي شخص يجي يحب يشوف يحب يوثق موجودة كل أهوال العمارة عبارة عن هاي المنظر، يعني الدف ينحصر الماي بأماكن معينة ويموت، يعني انا امس كنت موجود ما كان هيك السمك ميت، اليوم مات هذا الجزء الاكبر وهذا الباقي جاي يبحث عن الماي، يعني تخيلوه هذا، يعني تخيلوه يبحث عن الماي. هاي هي اثار الجفاف، طبعا هاي من هور الحويزة للسنة الثالثة جفاف مميت، يعني وهاي السنة هي تكون يعني أتعس سنة لهم. الأغلب طبعا هذا صار عندها قطيع كلش كبير من الجاموس، بس سنة على سنة أما يبرك ويموت أما يبيع من عده، أما هسه حاليا مستعز بعدد قليل جدا من عدن، ما يعني ما بقت حياة ما بقت حاليا بالأهوار. لقطة مصورة تظهر انخفاضا خطير في منسوب نهر دجلة في العاصمة بغداد، فلنشاهد.
الجفاف المرعب صراحة الذي يقتل الحياة في العراق. علق عراقيون عمار يقول أزمة كارثية سوف تضرب الجنوب والحكام في سبات عميق. حسين صالح يقول بسبب الإهمال الحكومي وعدم الرقابة البيئية. حسين الخزاعي يقول هذا أحد إنجازات حكومة الإطار برئاسة السوداني. علي يقول الوضع مو وضع هور وسمج، الوضع مؤشر على نهايتنا إذا استمرينا بالتنصل من مسؤولياتنا بالسكوت على كل جهة أو مسؤول مقصر بواجباته من أصغر مواطن لأصغر موظف بالدولة إلى رأس الهرم. معنا اتصال أبو زينب من النجف. أبو زينب تفضل، عندك دقيقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بيك. يعني هاي شغلة الكهرباء وشغلة المي اللي قطعتها إيران وقطعتها تركيا وسوريا ابن سدود وأقلم كردستان ابن 25 سيد وحجز المياه وتدمير الناس. نعم. والحيوانات اللي نفقت ماتت والزرع اللي جاب والكهرباء اللي متلكة وما موجود. نعم. ومطار بغداد البارحة يعني مهزلة، انه مطار بغداد كلها اظلام وثاني يوم صار مطار النجف كلها اظلام. ودول حائرين الحكومة والمجلس النواب والسياسيين يعدون العدة وسابين الدنيا والإعلام والجرائد والقنوات الفضائية. شوف يا مجالس المحافظات وانتخابات تقعدني مجالس المحافظات بعد خمسة أشهر، هاي واحدة. زين أنتم مجندين الأول والثاني، ما طلع مسؤول من أكبر مسؤول لأصغر مسؤول وقال خنعالج المي، خنعالج الكهرباء، خنعالج الصحة، خنعالج المدارس. يعني مهزلة المهازل. لحد الآن ما نفذوا فقرة واحدة من فقرات الموازنة. يعني راح تخلص السنة والموازنة أقرت وصودق عليها من قبل رئاسة الجمهورية وطلعت بالوقائع العراقية وخلص عيد الأضحى وخلص عيد الغدير وبعد. يعني شو من تقل لما تقوم القيامة حتى ينفذوها؟ الناس تدمرت، المشاريع كلها متوقفة. تحكي ذاك اليوم واحد يقول هذولا يعني ماكو غير يقول لك بس إيران سهل المي وباعترافهم هم. زين وإيران بتعترف تقول لك يا ابي استوفينا من العراق كامل المبلغ لهذا العام للغاز والكهرباء 9 مليار دولار. طيب في نفس الوقت الكهرباء هسه قام يصير عندنا نبو القطع 4 ساعات و5 ساعات. نعم. الكهرباء الوطني وين؟ ويطلع لك احمد موسى هذا الناطق باسم كل شيء ميتين باسم الكهرباء، عاصفه ضربت لها عمود مزيدك بطلق الله المعين. ابو زينب انا اشكرك واعتذر منك على المقاطعه، لان ما بقى عندي وقت بالبرنامج وعندي ملفات كثيره. خلونا نذهب الى موضوع الرمي العشوائي. تحدث ناشط من الديوانيه حول ظاهره الرمي العشوائي والتي تسبب العديد من الضحايا من العراقيين. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط. ما اعرف يعني انت جاي من بيت الله لو جاي من المعركه، مو عيب ما تخجل البعض وليس الكل. انت مترمي ودق ورقب ولك شنو؟ شو تحس انت ولك؟ ولك حجتي انت امها كلاوات طالع نزهه على قياده الشرطه الديوانيه وعلى الجهات الامنيه والامن الوطني والاستخبارات. والله محاسبه شك واحد رمي قاعد جاي يرمي تابعيت من احياء والله دق رمي هسه حاليا. من محافظه كربلاء انتقد غياب الدور الحكومي كما قال في مواجهة الإطلاقات العشوائية، فنتابع. بهذا الوقت من الليل ما أعرف واحد شي يحكي، يعني هذا جاي من الحج سواء السياسي الحرامي وسواء الضباط والمسؤولين والكبار الشخصيات. زين أنت رايح البيت الله، زين جايين تضربون طلقات ليش؟ زين هذا الطفل اللي هسه دخلوا الثلاجة ليش يسمى هاي الساعة؟ بهاي الساعة هسه الساعة بالوحدة ونص، ليش هذا؟ شنو ذنب الطفل؟ يسوى راسكم ليش؟ يسوى راسك انت جاي تضرب طلقات ليش؟ زين هذا مو روح؟ زين لحد الان للطوارئ هاي الساعة 6 طبوا بيهم نساء وبيهم اطفال. يعني مو حرام عليكم قائد الشرطة تدري لو ما تدري؟
قال عمليات التراحيل الحج تدري وما تدري من رحت الحج شنو شغل القوات الأمنية من هذول يرمون ليش ما تعتقلوهم؟ بماذا علق العراقيون حول ظاهرة الرمي العشوائي؟ يقول علي الحسيني والله استهتار صوج هاي الحكومة، يجب أن يكون لها موقف حازم ضد هاي التصرفات في الأعراس وفي الفواتح وفي كل المناسبات. حيدر يقول هو لو أكو محاسبة ما وصل البلد إلى ما نحن عليه. ساهر يقول غير أكو قانون وقوات أمنية اعتقال وغرامة ومصادرة السلاح، والله بعد ما حد يرمي. محمد علي هو الآخر علق وقال وين قوات السوات، وين الفوج التكتيكي، وين فوج الطوارئ، لو قدرتهم بس على المتظاهرين اللي يطالبون بحقوقهم. نذهب إلى الهاشتاج. ما زال العشرة الأوائل الخريجين من الجامعات والمعاهد العراقية يطالبون بتوفير الوظائف أسوة بالثلاثة الأوائل، وأطلق العشرة الأوائل واسم إنصاف الخريجين العشرة مطالبين بالتعيين على تويتر. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. زينب غررت وقالت نحن شريحة العشرة الأوائل من 4 إلى 10 التسلسل الذين تم تهميشهم لسنوات عديدة، لماذا لا يتم إنصافنا وإعطاؤنا أبسط الحقوق وهي شمولنا بالتعيين؟ حاتم الكناني يقول نرجو شمولنا بالتعيين من تسلسل 4 إلى 10 أسوة بثلاثة الأوائل، مطلبنا وإن تكون الأولوية للخريجين القدامى وصعودا حسب سنة التخرج. وردة نحن لا نطالب بأكثر من حقنا، لماذا لا تقفون مع أبناء شعبكم الذين كافحوا حتى وصلوا إلى هذا التفوق؟ محمد صادق يقول لا تنسوا العشرة الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 إنصاف الخريجين العشرة. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على تدهور القطاع الصحي في العراق في ظل الفساد المستشري في وزارة الصحة، فيما تكتفي الجهات الحكومية بإطلاق الوعود بتحسين القطاع الصحي المتهالك لكن دون أي نتائج تذكر على أرض الواقع. دعونا نشاهد هذا التقرير حول الواقع الصحي في العراق. الله يوفقنا على الخدمة. مسرحية على الملأ وواقع صحي متهالك يغوص في مستنقع الفوضى والفساد الذي يعيشه العراق، والذي يصنف ثالث أسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية بالعالم بحسب موقع نومبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية. غياب تام لشروط السلامة في غالبية مستشفيات العراق، ونقص في الأدوية، وترد في خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها، فضلاً عن انتشار المستشفيات الخاصة والمراكز غير المرخصة التي تعود لشخصيات وأحزاب سياسية وتتسبب بإزهاق أرواح العراقيين. طلعني يا جنازة والله. إفلات الجناة من شخصيات وجهات سياسية تسببت بانهيار الواقع الصحي في العراق من العقاب يدحض الدعاية الإعلامية لحكومة الإطار التنسيقي وبرنامجها الحكومي الذي يدعي محاربة الفساد واجتثاثه ليكون اجتثاث صحة المواطن العنوان الأبرز. استعنا بطوارئ ربيعة وكون حالة طارئة، سيارة أسعاف ما ببنزين ويقولوا أنا ما عندي بنزين والرجل بين الحياة والممات. عراقيون يصارعون الموت في مشاهد أثارت استياء الشارع العراقي تجاه استهانة الحكومة بحياة العراقيين، على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر. صار ساعة انتظر، هذا سواء الشعر رجل يقولون انتظر الكهرباء، انت والكهرباء بعد. حكومة فاسدة تتسبب بفقدان العراقيين الثقة بمستشفياتهم، ما يضطرهم للهجرة من أجل العلاج وصرف مبالغ طائلة تقدر ب6 ملايين دولار شهرياً تذهب من جيوبهم إلى دول الخارج في بلد أضحت ميزانيته الانفجارية حديث العالم اليوم، وتجاذبات سياسية بين القوى البرلمانية تمنع من تفعيل ملاحقات قضائية لقضايا فساد تقدر بنحو 25 مليار دولار في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية. نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.